عليكم. اليوم نروحوا لملعب تيزي وزو لنقف على زوج نقاط يعني جديدة. النقطة الأولى هي وضع التسمية ولا يعني الانتهاء من قضية التسمية. إذن الملعب مسمى بملعب حسين آية أحمد، ووضع لافتات نتاع التسمية بالأمازيغية والعربية والإنجليزية. النقطة الثانية وهي ظهور يعني بقع تاع في العشب الطبيعي، وين تخسرت يعني تدهور الوضعية نتاع العشب الطبيعي، وهذا أمر طبيعي جدا. أنه من علاش؟ لأن من المحال نبقي على الوضعية تاع العشب الطبيعي يعني في أحسن الأحوال. علاش؟ لأنه باه نخليها في أحسن الأحوال يعني دائما خضراء ويعني مليحة، لازم تكون فيه عناية مركزة وصيانة مركزة، وهذا مكلف جدا يعني من ناحية اليد العاملة، من ناحية الوسائل المستعملة، من ناحية كثير من الأشياء باش نخلي يعني العشب الطبيعي في أحسن حاله. اللي هي في الحقيقة نهار تكون فيه مقابلة، يكون موعد نتاع مقابلة، وهذا قلته في فيديو سابق عندي أكثر من عام، نهار تكون فيه مقابلة ولا موعد تاع مقابلة سبع أسبوعين أو ثلاث أسابيع قبل يعني الموعد تاع المقابلة، يكون فيه العناية المركزة والتحضير تاع الأرضية، تتحضر أسبوعين أو ثلاث أسابيع قبل المنافسة. أما إذا ما كانش فيه مقابلات ما هي الفائدة من أن تخلي؟ على بالنا باللي الغازون العشب الطبيعي هذا عنده انديريت في، عنده انديريت في قصيرة لا تتعدى الشهرين، ما يقدرش يقعد فوق شهرين يعني يشد الحالة تاعو أكثر من شهرين. دابد العناية المركزة. إذا كانت مقابلات كثيرة وفيه يعني روتور دانفستيسمون، فيه دخول تاع أموال وكذا وكذا، ممكن. لكن في الحالة تاع الملاعب في الجزائر بصفة عامة المقابلات ماهيش كثيرة، إذا لابد لازم نخمم باش نرونتابيليزي هاد الملاعب ونستثمر فيهم ونجيبوا مقابلات دولية وكذا وكذا، ممكن. إذا هذا هو أمر طبيعي تكون عندنا بقع كما هكا، وخاصة في فصل الصيف. إذا هذا هو الحال. أترككم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.